مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير خبز البيدا التركي. عنا 350 جرام طحين، مي فاتر، ملعقة صغيرة ملح، 4 معالق طعام زيت نباتي، ملعقة طعام خميرة، وملعقة طعام سكر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط السكر والخميرة فوق المي، بحركهم مع بعض الملح فوق طحين، كمان بحركهم مع بعض شوي. هذا الخبز كتير طيب لرمضان وبغير رمضان. بحط الزيت النباتي كمان، هلأ بحط الخميرة والسكر والمي. بعجنهم منيح مع بعض. بسم الله. ممكن احتاج بعد شوي صغيرة مي. بس انتهيت من العجن، هلأ بدي ادهنها بالزيت النباتي. بحط زيت نباتي بالجاط. كمان بغلفها بنايلو. نسيت لكم شغلي، انه انا استعملت 210 ميلي مي، استبدلت لازم حط 180 ميلي مي مع بيضة. بس بدي اعمل الخبز بدون بيض، حطيت 210 ميلي مي. اذا حطينا بيضة بقلب الخبز بنحط 180 ميلي مي. هلأ بتركها ساعة لتخمر العجينة. بس خمرت العجينة بهيدا الشكل. هلأ عنا سمسم، حبة البركة أو الحبة السوداء، وزيت نباتي. أكيد عم حمل فرن على درجة حرارة 250 من الأسفل ومن الأعلى. حط على ورقة الزبدة شي خفيف من الزيت النباتي. كمان حط العجينة. ما شاء الله شو خامرة. بعملها شكل دائري وهيدا الشكل. عملتها بهذا الشكل الدائري، هلأ بعملها بهيدي الطريقة براس الأصابع. بعملها براس الأصابع بهذا الشكل. نفس الشيء
دهنا زيت نباتي. كمان برش عليها حبة البركة وسمسم. هلا بحطها بالفرن. هيدا الخبز بعد ما طلع من الفرن اخذ بالفرن 15 دقيقة، وهيدا من الاسفل شكل كتير رائع. لنشوف كيف طلع مع بعض من الداخل بعد سخنة. هيدا الشكل من الداخل كتير طري. هذا خبز البيدا اللي عملته أنا وياكم بدون بيض. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.